مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم. يلا بينا. تكشير السردين، نضغط على الرأس ونسحب للأسفل لتحت، هيك صارت نظيفة، هي سهلة كثير. نعمل كمان واحدة عشان تشوفوا، نضغط على الرأس نسحبها تجاه البطن للأسفل، لو كانت كبيرة بتكون أسهل. كمان ممكن تستخدم سردين، ممكن تستخدم أي نوع من السمك، أي نوع، ممكن فلي، أي نوع من السمك تستخدمه. نغسل السمك بالماء والدقيق، هيك غسلنا السمك بالماء والدقيق. نوضع 500 جرام سمك واثنين معلقة برغل ناعم، نطحن قليل فقط، كفاية هيك. نسكب في الوعاء، نوضع 3 سنان توم والشبت والبصل والفلفل الأخضر، ممكن يكون حار ممكن يكون برد الفلفل اختياري. هان التوابل، معلقة كزبرة وملح وفلفل شطة وفلفل أسود وكمون، المكونات كلها مكتوبة على الشاشة، وفي صندوق الوصف كمان مكتوب المكونات بالتفصيل. هيك خلطناهم، نعملهم كور. نوضع بين واحدة والتانية خضار، طماطم فلفل بصل حسب ذوقكم، مثل ما انتم شايفين. هيك صارت جاهزة. نوضع البصل والخضار الزيادة فوق الصينية، نعمل الصوص تبع الكفتة. نوضع عصير ليمونة مع معلقتين معجون الطماطم فقط. نوضع على الوجه وندخله الفرن على درجة حرارة تكون عالية حسب نوع الفرن، المدة ممكن 20 دقيقة ممكن ربع ساعة، لازم تتابعوها. هذه هيك جاهزة، ونحعلمكم كيف تعملوا السلطة تبعت السمك. نوضع قليل من الملح، نوضع فلفل أخضر حار أو بارد، نوضع الشبت قليل من الشبت، وبنهرس قليل. نوضع طماطم مفرومة حبة، ومعلقتين طحينة. نخلط قليل، عصرة ليمون. هيك صارت جاهزة، هذه السلطة كتير طيبة مع السمك. صحة وألف عافية، في أمان الله. انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.